اخيرا كابتن حسام، كيف ترى مواجهه النادي الاهلي وبيراميدز في السوبر المصري يوم الجمعه؟ لا مباراه صعبه طبعا، يعني مباراه صعبه، لكن خلينا نتكلم حاله التركيز اللي عاشها الاهلي تحضير المباراه بشكل مبكر ووجوده في الامارات في وقت مبكر برضه، فالاهلي بيعيش استقرار اكتر. الاهلي برضه قوامه مكتمل عن بيراميدز عندهم بعض النواقص، لكن دي مباراه صعبه برضه ما تقدرش تقول او تتوقع، لكن انا توقعاتي طبعا ان الاهلي افضل من المرحله دي، الاهلي الاقرب، فان شاء الله الاهلي يبقى هو الاقرب ويفوز بالمباراه ان شاء الله.